This meeting is being recorded. Okay. صباح الخير. صباح الخير مستر لار. أنا كده. أبو عمر السلام عليكم. صباح الخير. حياك الله. يعطيك العافية. الحمد لله. حياك الله تسلم. شو أخبارك؟ أنت بخير؟ أنا بخير الحمد لله. الحمد لله. أنا في مكتبك في القاهرة. مكتبنا مش مكتبي، مكتبنا كلنا. مكتبكم كلكم، حياك الله. أبو عمر عندي شوية حاجات بدي أسألك عليها للقاء الخميس، إحنا بنسجل تسجيل الآن لأنه اللوجيستكس مش ماشية في البث المباشر. شفت الموضوع تبع وزير الهجرة والعمل في مانيتوبا مع لقائه مع وزير الهجرة الكندي؟ إذا عندك تعليق عن الموضوع. نعم. اولا وليد، ابو وليد السلام عليكم، حياك الله في مصر، في مكتبنا في مصر، وان شاء الله رب تكون مبسوط هناك، وان شاء الله يكون عجبك المكتب وعجبك الناس جميعا، يكون بخير معك. تسمح لي بس اهنيك على ابنك يزن. الله يبارك فيك. مبروك عليه، وان شاء الله يا رب تشوف اولاده يتهنوا بخير بصحة بزواجه اللي حصل قبل كم يوم هذا، ما شاء الله عليك. الله إن شاء الله، إن شاء الله يارب يشوف أولاده بخير بصحة ويتربى بعزك. هالحين بالنسبة للإميجريشن مينستر مستر شون فريزر، يوم الاثنين كان عامل إعلان، كان متقابل مع الفيدرال مينستر تبع مانيتوبا، هنا الميجريشن تبع المينستر اوف ميجريشن ان مانيتوبا، وكانوا بيتكلموا على باث واي جديد او تو باث واي جديد. واحد منهم هو الاي ام بي بي اللي هو اسمه ايكونوميك موبيليتي باث واي بايلوت بروجرام. هذا الايكونوميك الاي ام بي بي باث واي بروجرام بيسمح لاصحاب العمل في مانيتوبا بتعيين الناس اللي بيكونوا ذوي المهارات العالية بالنسبة لفئة الريفوجيز أو اللاجئين، أو 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 الأشخاص اللي هم جايين في كندا ولكن ما عندهم مش لحد الآن أي pathway أو أي status في مانيتوبا، فبيعطوهم حق لأصحاب العمل بتعيينهم عن طريق البرنامج هذا اللي هو Economic Mobility Pathway Program. وبيقدر عن طريقه انه يعني يعين الشخص هذا اللي لسه مش واضح معه يعني اي idea what's going on right now. ال excitement about this process ابو وليد انه it's a six months process application، يعني المفروض انه تخلص ال process خلال 6 أشهر، انه يكون عنده اقامه تتحول إلى إقامة في كندا بشكل يؤدي للهجرة. والبروغرام عادة بيكون related للنومني بروغرام، يعني ما فيش داعي إنه صاحب العمل اللي في مانيتوبا يروح على النومني بروغرام البروفيشنال نومني بروغرام مشان يقدم، أو سوري مش لازم، قصدي العامل يروح على النومني بروجرام بعد ما يشتغل 6 أشهر في مانيتوبا مع صاحب العمل، أو إذا كان جوبز إن ديماند، أو سنة إذا ما كانش جوبز إن ديماند، وبعدين يقدم على النومني بروجرام. عن طريق الـ EMPP هذا بيقدر إنه يقدم دايركتلي على الفيدرال بروجرام بخلال 6 أشهر من شغله في أي مقاطعة في حال هذه مانيتوبا. فإتس فيري إكسايتنج بروجرام طبعا للكل، وبالذات اللي عايشين في كندا، بس طبعا في مانيتوبا بشكل خاص. يعني هذا بالنسبة للـ EMPP بروجرام employer sorry economic mobility pilot program. فا it's a very exciting program. طبعا أشياء كتير تحصل الأيام هاي بوليد، كمان إذا أنت متابعين حنلاقي إنه في خلال الأسبوع اللي فات في 7,000 شخص جالهم invitation للإكسبرس انتري برضو بالسكند رو خلال 8 أيام، يعني باليوم الثامن من الشهر في شهر جون. ففي كتير حاليا طلب على الإشي هذا. جيد طيب،
احنا بسبب السفر وشيء الاكسس على اسئله الجمهور ما كانش وارد، لكن عندي اسئله اجت منها سؤال شوي غريب. شخص من تونس جدد البي ار تبعه للمره الرابعه، تخيل بي ار. اوكي تمام. بي ار جدده، بروح وبيجي على تونس بحافظ على الفتره اللي هي تبع تجديد البي ار وبجدد البي ار. فالراجل هذا بيسال الان ما عندوش امكانيه انه يجي من تونس، ف ايش اللي ممكن يعمله عشان يجدد البي ار تبعه من غير ما يقعد سنه ونص في كندا؟ هل هناك طريقة لإعادة تجديد إقامتي دون المكوث في كندا سنة ونص؟ هو بقول أنا تونسي مقيم في كندا من 2007 لكني لم أتمكن من التقديم على الجنسية لأني لم أستوفي شروطها، لأني كثير السفر، عندي مشروع إلي في أهلي في بلده في تونس، لذلك لا يبقى كثيرا في كندا. جدد البطاقة 4 مرات وهذه بتنتهي في شهر أوت 2023، أوت يعني أغسطس أو شيء من هذا القبيل يمكن. نعم. شايف؟ ولكي أقوم بتجديد علي البقاء سنة ونص في كندا وهذا صعب، فهل هناك طريقة لتجديدها؟ وبعدين بقول إنه ما بتشتغل في محامية يبدو. نعم. إذا تنازلت عن إقامتي الدائمة، السؤال الثاني، افترض انه ما جددش، هل استطيع الحصول على تأشيرة سياحة الى كندا بعد ذلك ولا لا؟ هل زوجته موجودة معه في تونس؟ لا في تونس. في تونس. تونس. اوكي. هو القانون الجنرال لو ابو وليد او جنرال ابو وليد بيقول انه لازم لاي شخص لتجديد البي ار انه يكون قضى سنتين في خلال 5 سنوات حتى يكون إليجيبل إنه يقدم على تجديد البي آر. هذا الجنرال رول وهذا الإشي المعروف، وهذه في معظم الحالات اللي بتحصل في الحالة هذه، إنه الشخص لازم يكون قضى المدة هذه مجموع سنتين في 5 سنوات حتى يستطيع إنه يجدد البي آر، كما هو عمل الشخص أخونا هذا لأربع مرات على التوالي. هناك بعض الحالات أو بعض الاكسبشنز يعني اللي بتحصل في حالات معينه، منها ابو وليد انه اذا الشخص هذا بيشتغل في مؤسسه كنديه خارج كندا، مثلا زي سفاره كنديه، زي قاعده كنديه، زي مؤسسه تعليميه كنديه خارج كندا ولكن تتبع للحكومه الكنديه او احد فروع الحكومات الكنديه، في الحاله هذه يعتبر الشخص هذا المقيم خارج كندا انه هو يجلس في كما لو كانه عايش في كندا، والايام هاي اللي هو مقضيها في الاماكن هاي تحسب له كما لو انه كان في كندا. فهذه واحد من الاكسبشن. طبعا هناك بعض الاكسبشنز الثانيه قليله جدا يعني، لكن هذه اهمها وهي اكثرها. الامر هذا لا ينطبق على السائل. هناك بعض الاكسبشن لكنها معقده جدا مواليد، مثلا ان يكون هناك مرة ثانية ما تطبقش على الأخ هذا، لكن تكون هناك شركة كندية لها فرع في بلد أجنبي، وتكون والفرع اللي في بلد أجنبي هاي بوليد يكون يعني معمول بطريقة إنه هو شركة كندية في بلد أجنبي، ما تكون يعني مثلاً يعني صعب شرحه، لكن ما تكون مثلاً يعني أنا فاتح شركة مثلاً في السعودية أو في تونس أو في قطر ومسميها نفس اسم شركة الكندية مثلاً، هذا ما ينفع. لازم تكون هي شركة كندية لا تخضع لقوانين الضرائب وقوانين الشركات الأخرى في البلد الأجنبي التي هي فيها، وهي شركات قليلة جداً وإنشاءها صعب جداً، لكن في الحالة هذه وفي الحالات هذه هناك بعض الاستثناءات يعني أمور كهذه الأمور. أما في الحالات العادية كما هو الأخ بيسأل يعني في حالته، ليس هناك للأسف أي استثناءات في الوضع هذا. اللي بيحصل مرات أوليد أنه بيكون الشخص قضى مدة أقل من السنتين في 5 سنوات هذه خارج كندا، وبيحاول أنه يقدم على
البي ار تجديد البي ار، ولكن في الحاله هذه بكون دخل تحت نطاق الابيل او الاستئناف، بانه يقول انه انا لي صار لي وضع خاص معين لم استطع خلاله اكمال السنتين، ولذلك ارجو او اتمنى ان يتم تجديد او تمديد المده اللي انا كان المفروض اعودها خارج كندا داخل كندا. بعض الحالات مثل زي واحد بيكون معه صار معه ظرف صحي مثلا، او انحبس من القدوم الى كندا زي ما صار في وضع الكوفيد، او عنده مثلا اهل وليس هناك اي اهل اخر شخص اخر يستطيع القيام بمعونتهم، يكون مثلا ابن وحيد مثلا في البلد، او يكون الابن الوحيد في البلد زي تونس مثلا واهله وابوه مثلا او امه يحتاجون الى مساعده. لكن في الحاله هذه ما ينفع يكون ابوه وامه الاثنين موجودين بحاله صحه جيده، يكون يعني انه بمعنى اخر يكون الشخص اللي هو بده يهتم فيه ما له اي احد اخر غيره، يعني اذا انت فاهم علي، وما يستطيع اي احد يقوم برعايته، فهو يضطر انه يمكث في الامر هذا الى اخره. في حالات نادره زي هذه يستطيع الشخص ان يقدم استئناف، يقول انه انا فعلا قضيت فقط سنه ونص او سنه وكم شهر فقط من السنتين في الخمس سنوات الماضية، ولكن كان عندي ظروف معينه وهذا الاثبات على الظروف هذه، وعن طريق الامر هذا يستطيع الشخص ان يعني يمكن للشخص ان يحصل على استئناف معين وتمديد معين للوضع الخاص اللي هو كان فيه. في سؤال من واحد من السودان وبيسأل هل في جديد بالنسبة للسودانيين؟ قصده يعني انه اعتراف بعض السودانيين في حالات موضوع السودانيين هل في جديد بالنسبة للسودانيين؟ ليس من جديد من تصريحات الحكومة الكندية يعني على حسب آخر التصريحات، لكن إذا هذا هو سؤال بالنسبة للوضع يعني النزاعات اللي تحصل بالسودان. أوكي. طيب في سؤال ثاني، أنا عم بأخذ الأسئلة اللي جت عبر الماسنجر حقيقة، ويعني الراجل تبع تونس بيقول لك إنه مرته من دار الغول، أنا ما أعرفش إنه الكفر يحفظ والله، بيقول لي مرتي من دار الغول. قلت له انا ما بعرفش انه في فرع الا هناك. هذه السماعات ابو وليد، السماعات هذول تبعون اخذتهم من عندكم من المكتب. لا لا مش هيك قصدي، لا لا خلي لك اياهم، بس ما شكلهم زهري طالعين لونهم زهري بالصوره مش عارف. اي انا طلبتهم لانه في رساله صوتيه اجت فمش عاوز افتحها على الهواء مكتوب هذا موضوع حساس، فقلت اسمع والصوت طلع مش مسموع. اسمع ابو وليد، اي لون بيجي عليك حلو تردش يلا يخليك يا ماما. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. خلينا نشيل هذه. انا بحاول اجيب لك الاسئله اللي اجت عبر الماسنجر حقيقه. بقول لك هل يجوز تحويل فيزا السياحه الى دراسه، وما المعاهد في كندا التي تكون معتمده؟ انتم مكتبكم بيشتغل الكلام هذا صح؟ نعم، اللي هو تحويل من فيزا دراسه من فيزا سياحه الى فيزا دراسه مثلا. نعم، هناك طرق عدة يستطيع الشخص عن طريقها خلال داخل كندا أن يقدم على فيز على قبول دراسة، ومن ثم تحويل فيزته من دراسة من سياحة إلى دراسة. طبعا زي ما تكلمنا في الماضي، وبس للتكرير يعني، إنه إحنا كل الأشياء اللي نحكيها المعلومات اللي نحكيها في على اللقاءات هذه معلومات عامة وليست نصائح قانونية، فرجاء إذا كان في حالات بده نصائح قانونية أن يتواصل مع محامي هجرة أو أن يتصل فينا، إن شاء الله نستطيع أن نفيده بالأمر هذا، لأن كل حالة تكون حالة خاصة. لكن تكلمنا في المرات الماضية، إذا كان برنامج الدراسة 6 أشهر وما أقل يعني لا يحتاج إلى فيزا دراسة، وهذا إشي يكون إشي سيء للي بيحاول يأخذ إقامة دراسة، لأنه في كتير من المعاهد والكليات في كندا بتقول لك إنه إذا قدمت علينا بنعطيك مثلا لغة أو بنعطيك كذا، ويكونوا هم مقتصرين المدة الدراسية بأقل من 6 أشهر لأسباب هم بيعملوها قصدا،
حتى لا يكون هناك داعي للطالب انه او للشخص اللي حابب الدراسه انه يحصل على فيزا دراسه ومن ثم اقامه الدراسه. وهذا الاشي بكون معمول قصدا حتى يكون يعني حتى يكون الشخص يعني في وضع سوري حتى يكون المعهد في وضع ما يحتاج أن يقدم يعني القبول عن طريق الحكومة الكندية، أن يعني يكون معهد معترف فيه أو مقبول عن طريق الحكومة الكندية لإعطاء القبول الدراسة وتحويل الإقامة إلى الإقامة الدراسية. فديروا بالكم من النقطة هاي. طيب، في عندنا امرأة بتعمل دكتوراه في جامعة من الجامعات فيرمونت، هذه في أمريكا في أمريكا، وعاوزة تجيب بنتها تدرس حاجة جي اي اس ريموت سينسينج في كندا، وبتسأل على الجامعات اللي في هذا الاختصاص، وبتقول البنت هتقعد لحالها، وين بتنصحنا منطقة آمنة وإيجاراتها رخيصة. سؤال له علاقة بالتعليم، هذا بخصكم نعم. كمكتب تدوروا له على الكلية، أما الريل استيت هم اللي بيدوروا في الحاجات دي. تفضل. والله شوف، هو يعني القسم الأول من السؤال هو الإميجريشن. هناك يعني تستطيع الأخت أن أو البنت اللي هي بتقدم للدراسة أنها تقدم عن طريق أي مكتب، وإن شاء الله يعني حسب البرنامج اللي هي بدها إياه نجد أي المناطق في كندا أو أي المدن في كندا تسمح في البرامج هذه. وعلى أساسها، لأنه طبعا زي ما تعرف وليد في كندا كل كلية أو كل جامعة ما عندهاش كل الاختصاصات كلها، يعني فلازم نتأكد أن الاختصاص هذا موجود في الجامعات أو الكليات اللي هي بتقدم عليها. بعد هيك إيش أحسن مكان أو أمن مكان؟ أعتقد بشكل عام كل المدن في كندا تعتبر مدن آمنة يعني. أما بالنسبة لتكلفة المعيشة، كل ما كبرت المدينة كل ما كانت أغلى، يعني تورونتو غالية، بريتش كولومبيا أو فانكوفر غالية. كل ما كبرت المدينة كل ما كان المعيشة فيها أغلى. وكمان بالنسبة للتويشنز، المعهد أو المكتب اللي هي بتتعامل معه هيقدر يقول لها شو الديفرنت الرسوم المختلفة للجامعات المختلفة. أما مش عارف إذا قصدها هي كمكان آمن يعني للمعيشة قصدها، ولا أغلب الناس بيسألوا شو هي الكليات أو الجامعات اللي تؤدي إلى هجرة أو برنامج الهجرة بعد فيما بعد، يعني إيش هي البروفنس اللي بتكون فيها تؤدي الأمر هذا. لكن يمكن أبو وليد أنت بتفيدنا أكثر بموضوع أي المدن آمنة في كندا يعني. والله أنا شفت إحصاء على العشر مدن بالنسبة للحوادث، قديش بتكلموا على الداون تاون تبع وينيبيج، إحنا طلعنا رقم 5 من 10، يعني في ناس أكتر من، يعني عارف سوسان ماري اللي هي في نسميها المناطق الريفية طلعت رقم 1 في المشاكل، تخيل، وكل اللي فيها كم 50 60 ألف، لأن هي بس نسبة وتناسب. نسبة وتناسب. في سؤال جاي في حساسية كتير، هختصره، واحد بده يتزوج واحدة من مواليد كندا موجودة في السعودية، كتبوا كتابهم باستخدام الجواز السوري تبع بلدهم، الآن الراجل بيقولها خلينا نتزوج على جواز السفر الكندي تبعك عشان تقدر تعملي لم شمل إلى آخره. ففي ناس نصحوها لا، خلي أخوك يعمل لك وكالة لأنه أنت مش عم بينحصر إرث في سوريا، يعني عارف القصة متشعبة، مش كل التفاصيل اللي بنقدر نقولها، لكن أنا بدي أخذ منها جزئيتين. جزئية إنه الناس بتقول لها لا 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 لا، أوعي تعطي معلومات جواز السفر تبعك الكندي لحدا برا كندا. طب هذا بده يكون جوزك، كيف يعني ما عطوهوش معلومات جواز السفر اللي بدنا نتجوز بيها؟ نعم. فايش رايك انت في الجزئيه هذه لحالها؟ والله طبعا الامر اذا اصبح هم اثنين متزوجين فهم الامر ما فيش بطل فيه خصوصيه او سريه في المعلومات هذه يعني. وحتى لو كانوا مش متزوجين حتى بس هي اعطته صلاحيه، طبعا نفس الشيء بكون. ما اعتقد انه في مشكله من الناحيه هاي يا وليد، يعني في انه يعرف معلومات الزواج السفر عنها الى اخره، ما بقدر يعمل فيه شيء اصلا.
يعني هو الخوف انه الزواج سفر نفسه ينسرق ويتغير وينباع بالسوق السوداء يعني. لكن اما معلومات جواز السفر عن الشخص نفسه مش حتأثر بأي شيء يعني. إذا هذا الجزئية اللي بنقدر نحكي فيها إحنا. طيب إذا بوليت تسمح لي بس تعقيبا على موضوع اللي هو Economic Mobility Pathway Program Pilot Program، بس عشان للإخوان أخوات اللي هم حابين يعرفوا معلومات زيادة عنه، هناك 9 مجالات في البرنامج هذا في عليها يعني دعم من الحكومة الكندية للي مقدمين في الـ9 برامج في الـ9 مجالات هذه لسرعة وسهولة القبول في الـ EMPP بروجرام. الـ9 حاليا أنا بحكي الآن بتكلم على جون 2023. فالـ9 برامج هذول هم اللي بسموها نيرس ايدز. نيرس ايدز، نيرس ايدز مش معناها تكون هي نيرس او يكون هو نيرس، ممكن هو مساعد يكون مساعد ممرض، لانه لما بتقدر تشتغل كممرض في كندا الا لما يكون عندك اللايسنس هنا في كندا، وما ينفعش يكون عندك لايسنس الا اذا كنت جوا كندا. فهو انت مشان يعني يسهلوا عليك الامر هذا، اذا انت كنت شغال قبل هيك كممرض او مساعد ممرض فهي من الوظائف المطلوبه. اشخاص اللي هم بيساعدوا ذوي الحاجات الاحتياجات الخاصه او الكبار بالسن يسموها personal support workers. الناس اللي بيديروا بالهم على الناس برضو في للاشياء طويله الامد، السوفت وير انجينيرز، الناس اللي بيعملوا برضو ديزايننج للويب سايتس، الميكانيكال والالكتريكال انجينيرز وتكنيشنز، المعلمين التيتشرز يعني المدرسين، الناس اللي بيشتغلوا بالتوريزم والهوسبيتاليتي، وكذلك سواقين التركات و سواقين التركات والتراك سيرفيسز. يعني هذول الـ9 مجالات حاليا اللي جدا مطلوبين في كندا بشكل عام. واللي حصل في الآونة الأخيرة بوليد إنه تم البرنامج هذا موجود من 2021، ولكن تم زيادة عدد الناس اللي مقدمين عليه وزيادة عدد الناس اللي بيعطوهم ميجريشن عليه ب 2000 شخص في يعني ابتداء من يوم 2 اللي فات. ممتاز. في عندنا سؤال كثير بتكرر، لكن هو مش ميجريشن بمعنى ميجريشن. أنا موجودة في كندا وبنتي في الأردن بتدرس جامعة سنة رابعة، ضايل عليها سنة وسبعة أشهر. لاحظ هذه الجزئية اللي بتيجي كتير مع الناس اللي بتهاجر أصلا، عشان هيك أنا بدي أحط السؤال. واحد بيهاجر يعني واحد ابنه لسه في نص الجامعة في 3/4 الطريق وإجته الهجرة مثلا، فبتقول لو أجت تدرس في جامعة في كندا وما كملت في الجامعة في الأردن هل بيعادلوا شهادتها ولا إيش بيعملوا؟ أنا مش عارفة، فخلينا نعمل إلابوريشن على الموضوع من كل النواحي. تمام. سؤال فعلا زي ما تفضلت ابويل بتكرر كثير، وسؤال صراحه جدا صعب الاجابه عليه، لكن انا حاعطيكم الاجابه من يعني الخبرات التي مضت قبل هيك. اولا الجامعه اللي في الاردن لازم يكون لها بعض الكورسات اللي بتكون معترف فيها بكندا في جامعه كندا، وكل جامعه في كندا تختلف عن الاخرى. هناك بعض الجامعات في كندا اوريدي عامله زي ما تقول تعاون مشترك بينها وبين كليات وجامعات اخرى خارج كندا. فالاخ او الاخت اللي سائلين يعني السؤال، المفروض انهم يعني يتواصلوا مع الجامعه الكنديه اللي هم حابين يقدموا عليها، ويقولوا انه هاي الكورسات اللي انا بنتي او ابني اخذوها، او طبعا الطالب نفسه ممكن يعمل شيء، هذا هاي الكورسات اللي انا اخذتها في الجامعه الاردنيه، وهي هي جامعه الاردنيه، ايش الاشياء اللي انت ممكن تقبلوها من الكورسات هذه من غير ما اضطر اني ادرسها مره ثانيه ككريدت. طبعا الامر هذا بيحصل لانه في كثير من الكريكولم لكل جامعه بيختلف عن الثانيه. لان مثلا واحد اخذ، افترضنا واحد اخذ صيدله مثلا واخذ صيدله 101، الصيدله 101 في الاردن ممكن يكون فيها اشياء غير الصيدله 101 في تورونتو مثلا او في وينيبيك، في جامعة وينيبيك. فبتصير
لازم يتأكدوا إنه الكورسات اللي محتوى الكورسات أو محتوى المواد التي اندرست هي تشمل أو شاملة نفس الأشياء اللي تغطت في كندا. فبيصير في دراسة كاملة من الجامعة الكندية للكورسات هذه حتى يتأكدوا إنه فعلا موجودة أو لا. واللي بيحصل أغلب الظن أبو وليد إذا الجامعة الأردنية ما عندهاش اوريدي اتفاقية مع الجامعة الكندية، اللي بيحصل إنه الجامعة الكندية تبدأ بالبحث المفصل بالكريكولوم بتاعت الجامعة الأردنية بالكورسات اللي انعطت اوريدي مشان يتأكدوا إنه فعلا الكورسات هذه نفس المادة تدرس أو لا. وإذا لقوا إنه لا تدرس فبيقولوا إنه هاي الكورسات لازم إعادتها في كندا، أو يمكن مش كل الكورس لازم يأخذ بعض المواد التي يعني تؤيد الأمر هذا. لذلك أنا دائما بنصح، يعني مش برضه مش نصيحة قانونية لكن نصيحة عامة، لأن هذا الأمر مش ملوش دعوة بالقانون الكندي، لكن بنصح بشكل عام أنا دائما إنه الشخص يحاول يخلص شهادته قبل ما يعمل نقل في نص الفترة الدراسية إذا أمكن، إذا صح الأمر يعني. بالضبط، هو كان الجزء الثاني، هل بتنصح انه تكمل قبل ما تيجي ولا تيجي؟ فانت اجبت، بارك الله فيك، جزاك الله خير. السؤال الثاني اللي دائما بيجي مختلف، التبصيم والتصوير كمرحلة من مراحل الفيزا اللي هي البايومتريكس، لما بيجي بيقول لك انا طلبوا مني اعمل البصمات، وهل هذا معناه انه انا مقبول مش مقبول؟ ايش الوضع؟ قديش ضايل؟ الى اخره. نعم. شوف بشكل عام اخواننا انه اخواتنا عفوا انه لما يطلبوا منك موضوع الفينجر برينتس والبايومتريكس والاشياء كلها، عاده بكون في المراحل المتاخره من الابلكيشن، يعني بكون في المراحل اللي هي يعني بنتكلم احنا عن مراحل يعني دخلنا في شو بدي احكي لك، يعني تقريبا الربع الاخير من المراحل، لكن لا يعني ذلك انه انت انقبلت 100%، لا، بكون لسه باقي يتاكدوا انه ما فيش اي مشاكل يعني لها دعوه بالصحه او السكيورتي او، لكن عاده الاشياء اللي قبل ذلك اللي هي تاهلك كمهني او خبره الى اخره بتكون انتهت اوريدي، او اذا انت عم معمول لك سبونسر بتكون انتهى اوريدي، بتكون في المراحل انت الاخيره من الكشف الطبي والامني الى اخره. يعني عاده كم المده؟ والله كثير بيعتمد على البلد اللي انت بتقدم منها وعلى يعني سرعه التقديم في البرامج. هاي واحد بيقول اتواصل مع مجموعه لتسيير الفنادق في تورونتو من اجل العمل معهم، بعثوا لي اوراق من اجل استخراجها وطبعها واعادتها عبر بريدهم الالكتروني، اود معرفه هل هناك اجال معينه لتصبح لاغيه وكيف يمكن التاكد من صحتها؟ يعني طلبوا منه يعبي اوراق واشياء ورجعها. طلب منهم يعبوا اوراق معينه. اوكي، انا سؤال مش فاهم ابو يد، عفوا. ولا انا، هو بعثوا له اوراق يعني زي ما تقول امضي على تعاقد وشيء وهات شهادات او شيء ورجع لنا اياها، فبعث لهم اياها بالبريد الالكتروني، فهو بيقول هل في اجال؟ يعني لو مضى شهر هل يعتبر الموضوع لاغي؟ نحن لا ندري، هذا موضوع تعاقد. لا ما عندي فكره والله ابو يد. احنا بنحاول انه كل واحد بعد سؤال، واحد ايش بيقول، هل حضرتك واثق من الاستاذ عمر المحامي؟ مين استاذ عمر؟ انا لا ادري، احنا ابو عمر. انا الجواب طبعا لا، مش واثق فيه خالص. ابو عمر، طيب الف شكر يا عزيزي على ذوقك ورديت. عمره 27 سنه، اريد المساعده الماليه، للأسف إحنا مش جمعية. السلام عليكم، أريد نصيحة خوية خريج بكالوريوس نظم معلومات جغرافية واستشعار عن بعد، لكن لم أعمل في هذا التخصص، اشتغلت مدرس جغرافيا في المدارس الحكومية 5 سنوات،
طلعت على كندا ومسجل حاليا في دبلوم عالي إدارة مشاريع مدته سنة. إذن هو تخصصه في الاستشعار في الجغرافيا، وكان اشتغل مدرس جغرافيا وطلع على كندا يعمل دبلوم عالي في إدارة المشاريع مدته سنة. البرنامج في شهر 9 بيبتدي، هل تنصحوني بهذا البرنامج ولا أبحث عن تخصص آخر يكون أفضل من ناحية العمل به في كندا؟ يعني بعد ما يخلص يلاقي شغل ويكون أفضل بالنسبة لدراستي وخبرتي العملية. والله يعني ما إيش اسم البرنامج مرة تانية أبو وليد؟ عفوا، هو في دبلوم، لا هو بقول بدي أقدم على أي برنامج فيهم. هو كان بيشتغل في متخرج في الاستشعار عن بعد في الجغرافيا واشتغل مدرس جغرافيا، بعدين عمل دبلوم تاني في حاجة مختلفة، شايف؟ فبسأل الآن يكمل فيه ولا يغير عنه، هو ملوش علاقة أصلاً الدبلوم العالي هذا في الجغرافيا تبعته إدارة المشاريع. نعم طيب أنا ما لا أدري، ما أعرف جواب الله بالأمر، عفوا. طيب يا يعني أنس، بعد لاغي كل اللي كتبه لانس، استنانا وما طولش، بعرفش أنا يعني. يا أنس يا حبيبنا، إحنا اليوم الخميس ما عاد الإجابة على الأسئلة، ليش لغيت أسئلتك؟ الله أعلم. طيب أماني بتقول ربنا يجزيك الخير ويبارك في أمثالك، أنا ما معي فلوس حتى لا أتورط، وجيت إيش السؤال؟ طيب إيش اللي كتبتي؟ بعت أسئلة صوتية كتير، ومحامي قايل لها بعت لها بيان طلاق وهي منفصلة من 10 سنوات، وهذه موضوع كبير صار. أبو عمر استنى شوي علي، الله يخليك. أنا مطلقة من سوريا، لدي أطفال، يوجد أستاذ هجرة اسمه فلان قال لها إنه راح يساعدني في تقديم أوراقي إلى كندا، طلب مبلغ من المال. أرسلت المحادثة الصوتية، أنا طبعا ما سمعتهاش، عشان هو مستشار قانوني قبل الدفع بدأت تدفع له يعني ولا لا؟ فهي حاطة صور المحادثة، بقولها أنتم موجودين في سوريا، هم موجودين في سوريا مش برا سوريا أبو عمر، ودي أخذ منها فلوس عشان يجيبها على كندا. سألها هل دخلتم لبنان قبل هيك؟ هل يوجد عندكم جوازات سفر؟ بعثت له الأوراق الكتيرة بما فيها صور جوازات الأولاد اللي هي حضناهم، وورقة طلاقها من جوزها، وتوثيق على أنه جوزها بده يخطف أولادها، يعني صار في تهديد بالخطف للأولاد. فهو يعني بيحكي لها كأنه أنا ممكن أجيبك على كندا بس بدنا نرسلك على لبنان، ما بنفع نطلعك من سوريا. طيب. يوجد مقابلات في السفارة الكندية في لبنان وراح تكلفك رسوم معاملات. طيب. يعني ست في سوريا متطلقة من 10 سنين مع أولادها، مع إثباتات إنه جوزها هددها بده يخطف الأولاد منها، محامي أو مستشار في كندا قال لها أنا بطلعك على كندا بس لازم تطلع على لبنان في الأول، وهي بتقول أنا ما معي فلوس. طب بدها تروح إيش تسوي في لبنان وكيف؟ قال لها المقابلات في لبنان. بقول لها يا أختي مش أنا اللي بستلم، الإدارة العامة هي اللي بتستلم الفلوس، الإدارة العامة تمام. وبعدين بقول الله يقدرك على إسعاد أولادك، لكن هذه الإجراءات ابعت الفلوس عشان نبتدي معاك الإجراءات. إذا أنت شوف إذا أنت حاضرة في الدفع الرسوم. بس هاي الموضوع، يا ريت يا أستاذ سمير تشور علي وعلى المحامي
اللي تواصلت انت معاه وبعت لك الصور وتجاوبوني في الموضوع، اذا فهمت من الموضوع. والله انا فاهم اللي اريده، لاني خايف انه يكون هذا الامر عملية نصب يعني. والله اختي انا مش قادر اقول لك انصحك، لانه ما بعرف المؤسسة هذه، لكن الكلام فيه شوي يعني، اذا كلام هو نفس اللي قال لك هلا حاليا، الكلام فيه شوية يعني عدم وضوح، وأنا يعني أنا مش عارف شو أقول لك والله أختي. يعني يفضل أنك تروحين مكتب محامي عندك في البلد اللي أنت فيها، لأنه أنا ما عندي فكرة كيف الإجراءات تحصل عندكم صراحة. لكن مش عارف أقول، إذا هي بأي بلد؟ بسوريا؟ سوريا، جوا سوريا مش برا سوريا، يعني مش لاجئ عشان يعمل إعادة توطين. أنا أشك حتى سوريا يعني، أنا أشك جدا في الأمر، إنه ما أدري يساعدك الأخ في الأمر هذا يعني. لكن ما عندي، اللي بقدر أقول لك إياه إنه يعني شوفي مكتب محامي سوري يساعدك في تخصص. الأمر هذا. أنا طيب ما عندي فكرة في الأمر هذا، سوري. سؤال ثاني من عبد العزيز، بقول لك اجاني عقد عمل بس بدهم ياخذوني لحالي من غير زوجتي، وزوجتي رافضه مع بناتي، عنده مرته وبناته، جا له عقد عمل ومرته مش راضيه يطلع لحاله، كل شيء تمام بس امتحان الايلتس 5 وهم بيقولوا له هات 7. هنا في نقطه بدي اوقف عندها، في عقود العمل هل شرط دائما تكون 7؟ لا طيب انا بعرف انه بس الطب والصيدله والتمريض بدهم 7، لكن الحاجات الثانيه بدهم مستويات خاصه في المهن ممكن يكون 5.5 و6، معلوماتي عامه. لا مظبوط كلامك. نعم بقول لك ايلس اخوي طلب مني عن نظام الهجره السريعه، يعني بدهم يعملوا له اكسبريس انتري، المكتب طلب هذا الشيء، انا كنت مقدمه لحالي وحكى معي واحد بدي يعني اشتغل عندهم في مطعم، شغلانه طيب. في مطعم، ويبعث لي عقد عمل فردي. الله يسعدك اسال المحامي، لانه اجاني قبول لما وعقد عمل لي ودفعت رسوم المعامله كامله، ما هي الخطوه اللي بعدها وكم بتاخذ وقت؟ يعني شوف بعد ما حكى اللي حكاه، قال انه جاله عقد عمل له ولزوجته ودفع الرسوم، طب ما انت دفعت، ايش بتسال؟ ما هي الخطوه بعد هيك؟ جاله عقد عمل مع الام اي اي. طيب هو كمان مهم، سؤال مهم ابو وليد، هو كيف زوجته جال عقد عمل وهو ممنوع يروح مع زوجته، ممنوع يطلع مع مستريح هي في الاول بداش، وبعدين بقول لك المستشار بده 400 دولار وبس. انا 400 دولار على اكسبريس انتري Yeah, it doesn't make بتخلي sense. في علامات استفهام كتير. Yeah, it makes no sense, والله. والله نونسنس. والله الام اي اي والله ما نعرف. اذا المكتب في الاردن بياخذ 600 دينار و500 دينار على فيزا الطالب. انت بدك شر، بديش اعلق اكثر. نشوف سؤال ثاني. السلام عليكم، المحامي يقول راح اسوي زياره لجوزك ب 30 يوم، بالتالي هذا على البرنامج الجديد تبع فيزا زياره الزوج. تمام اوكي اخبار زين. السلام عليكم، راح اعمل لزوجي فيزا زياره لكندا بس انا ما بشتغل، بنفع؟ إذا ما بتشتغل وفيزا زيارة لزوجها بينفع، ما في مشكلة، بس ما تكون على الويلفير. أها، هي بتقول إنه زوجها عمل فحص طبي صار له 9 شهور، يعني كان مقدم له، بس الآن المستشار بيقول لها بدنا نقدم لك على الفيزا تبعت الشهر، يسرع الموضوع. آدم إيش بقول آدم؟ ابني كان يلعب في الحديقة مع بيت الجيران. شوف السؤال يا أبو عمر شوي في، لأن أنا قريته قبل هيك. طيب ابنه كان بيلعب مع الجيران وبعدين فجأة طلع كلب من البيت وعض ابنه في قدمه، عملنا اللازم من الناحية الطبية في المستشفى، لكن هذا الكلام الحادث وليد،
الحادث سبب جرح وتم قطبه 10، هذا مش كلب، 10 قطب. واو. شايف؟ والآن حصل التهاب، الكلب ماخذ كل التطعيمات. السؤال، هل في تعويض لهيك حالة؟ وشو الطريقة للبدء في طلب التعويض؟ وشكرا. نعم، هناك هاي يعني نتكلم احنا عن سبيل الله هلا. نعم، صاحب الكلب المفروض يكون عنده انشورنس، يعني هذه غريبة شوي، بس صاحب الكلب المفروض يكون عنده انشورنس، والانشورنس هذا المفروض يكون يغطي الحالات هذه، انه لو صار في عض او خدش او تكسير، حتى لو الكلب مثلا طلع من عند البيت للبيت الثاني وكسر اشياء في الحديقه، افترضنا ما بلاش اقول هجم على ناس، كسر اشياء في الحديقه، كسر سياره، جرح خبش السياره، جرح السياره، كل الاشياء هذه بكون الانشورنس هو اللي بغطي الامر هذا. فنعم هناك انشورنس، ويستطيع الشخص هذا ان يرفع دعوى على صاحب العمل، صاحب الكلب عفوا، وعادي يعني بياخذ تعويض، يعني that's very normal. اوكي، في السيفل لو اذا يتواصل مع محامي متخصص في السيفل لو. نعم. هذا يعني هو بيسال ايش الخطوه الاولى؟ الخطوه الاولى تواصل مع محامي. نعم نعم اكيد سمعت التفاصيل. طيب بغدادي بيقول انا اعمل جزار خبره 22 سنه، اعتقد تمام. انه عمل مطلوب من معظم الدول. ان كنت ترى ان يوجد دوله غير كندا ليست مشكله، فشكرا لك على الرد ووقتك الثمين. ان كنت ترى جزار وعاوز يجي على كندا، لكن بقول يعني اذا بتشوف لك دوله غير كندا شكرا لك. ما يعني هل يوجد امتحان لغه؟ هل في امتحان لغه للجزارين؟ اي واحد بيجي على كندا بوليد لازم كمهاجر، يعني لازم يعمل له امتحان لغه كمهاجر بالسكيلد وركرز الحاله هذه. نعم، حالته نعم يجب يكون هناك امتحان له. بديش اطول عليك، احنا لنا تقريبا 45 50 دقيقه شايف، لكن عشان ما اطولش عليك. نعم، هو بس انا كان الاقتراح انك نعمل اللقاء هذا من مكتب مصر، لانه في الماضي أنا كنت في مصر وأنت كنت في كندا، وعملنا لقاء من مكتبنا القديم، والآن أنت في مصر وأنا في كندا في المكتب الجديد، فأنا حبيت بس إنه يعني يكون إشي يعني إشي هيك جيد، تذكاري تاريخي لنا إن شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى دائما يجمعنا دائما على خير. والله مكتب حلو ما شاء الله، أنا شفته عمارة جديدة، مكتب حلو إشي، في محل كاوتش علامة تحت للناس اللي بدها تيجي. أنا وقفت التاكسي قلت له جيت في تاكسي أنا من آخر الدنيا من رحاب شايف. أوه. قلت له محل الكاوتش هذا، أنا بديش أقول اسمه عشان ما يقولش بتعمل دعاية بس أوكي. المهم الأنواع موجودة على الويب سايت، بس هي الفكرة إنه أنا وجدت إنه الأمر لذيذ، إنه تغيرت البوزيشن تبعنا، تغير سبحان الله للأمور خير، واتمنى لك زياره موفقه ان شاء الله للوالد. انا امر مرور لان انا بدي اروح على غزه ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله نوصل السلام ان شاء الله، نعمل من هناك عبر الستريم يارد كالعاده ونحط الاسئله والاشياء. علي في السؤال الاتي، انا فاتح حساب لي شهر وبسلم الراتب عن طريق اليد، وفي 4500، بس بعرف انه اقل شيء لازم يكون 6 شهور لانه هو عاوز يقدم فيزا سياحه لكندا. نعم، في الحاله هذه يفضل ان يكون فهمت علي. انا طبعا هذا ليس شرط، يعني ممكن اشخاص قدموا فيزا سياحه هم اصلا لم يرد، يعني ما كان لهم قبل هيك اي شغل، كمثلا ام قاعد في البيت مثلا، او يعني طفل صغير مثلا تحت سن ال20 او 18 حتى، فما يشترط ان يكون في عندك انت المبلغ، يعني عفوا شغل لمده 6 اشهر، ما يشترط هو ان يكون عندك مبلغ في حسابك
الحساب يكون ساري لمدة 6 أشهر، والمبلغ هذا يكون موجود في الحساب حتى يتأكدوا أنه لما توصل عندك أول شيء فلوس السفر والإقامة الشهر اللي بتقعدها إلى آخره، يتأكدون أنه أنت مش حتوصل لمرحلة يكون فيها صعوبة مالية عليك وأنت في كندا. هذا الغلط من الموضوع كله. هو بقول انه صاحب الشركه اللي انا بشتغل فيها وافق يعطيني كشف حساب الشركه ويتكفل في المصاريف، ولما اروح ابعث الكشفين للقنصليه او للسفاره عشان نوري انه عنده تغطيه ماليه. نعم، هو طبعا ما في شيء زي هيك احنا، الا اذا صاحب العمل بده يبعث رساله يقول انه انا كفيل في الموضوع او انا بدك في الموضوع الى اخره، لكن ما في شيء اسمه انه انا يعني هو يقول الحكومه الكنديه صاحب العمل هو حيدفع كل شيء من غير ما يكون في اي ورقه من صاحب العمل موثقه من عن طريق كاتب عدل او محامي تنبعت مع الابلكيشن بسموها سبونسر او جرانتور. اوكي، اخر سؤال اجى الان نزل بتتكلم فيه صاحبته بتقول دخلت تاريخ 26 شهر 5 قدمت لجوء في المطار اعطوني اوراق وقال لي لازم تكمل الطلب مع ليجال ايد وتتواصلت مع الاي ار سي سي ولم احصل على محامي في يوم 31 عبيت بيزك اوف كليم وسويت سبميت للملف امس تواصلت مع محامي قال لي لا تسوي سبميت لا تسوي سبميت لانه كان بده يراجع الورق ما لم اراجعه الان انا سويت سبميت وخلصت وبعد ما رد لي على شيء هل في اجراء بيترتب علي يؤثر على الكيس تبعتي مفروض هو يعبي معايا خفت الوقت يتاخر فانا استعجلت اذا في اضافات هل من الممكن ان اضيفها على يعني تبعت مرفقات او اشياء اخرى وهل هذا بيأثر في قبول او رفض الملف؟ هذا اخر سؤال انا حنهي معك في اللقاء اليوم ان شاء الله ابو عمر. معلش هو اكثر من سؤال ابو وليد ما سامحني انا ماشي انا معك. دخلت يوم 26 دخلت البلد 26/5 وبعدين اعطوها ورق وقالوا لها عبي وتواصلي مع ليجال ايد لكن لما احصل على محامي في يوم 31 عبيت البيزك اوف كليم وسويت سبميت للملف امس تواصل معي المحامي وقال لي لا تسوي سبميت هي سوت سبميت انا في معلومه بس بدي اشوف تصحح لي اياها او اذا كانت غلط انه المعلومات الاولانيه اللي بتنعمل في التحقيق وشيء لا يتم تغييرها على معلومتي يتم اضافه عليها لا يتم تغيير صح كلامك هذه أوكي. تتكلم هي تكلم اختي على موضوع اللجوء يعني فقدمت القصه تبعتها كلجوء عادة القصة هذه المحامي بيكون اطلع عليها قبل ما تقدمها مش تتأكد يتأكد أو هي تتأكد المحامية إنه ما في أي شيء يعني يمكن سوء فهمه لكن تم هي قدمتها أوريدي فهلا كل اللي بيقدر يسووه إنه يضيفوا على الانيشال ستيتس اوف كليم يعني إذا هي بإمكانها تعمل إضافات على القصة أو على اللي بحثته أو أوكي. توضيح لبعض النقاط اللي كتبتها يعني. تمام. هيك أبو عمر بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. الله يخليك. هذا اللقاء عبر زوم. نعم. حياك الله وشرفت مصر كلها وشرفت المكتب ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا على خير. أنا إن شاء الله إذا ربنا تدخل إلي نزل إن شاء الله على مصر قريبا يعني إن شاء الله بالشهر القادم. ربنا يسهل الأمور بس نتأكد أن الوضع عندنا هنا تمام وإن شاء الله بنزل عن قريب بإذن الله تعالى. مينك إذا كان هيك أنا ممكن بس أروح بنرتب مع بعض يمكن لما أرجع نتقابل تاني هنا. والله يا ريت يا أبو وليد أتمنى ذلك. بدي أقول لك شغلة يعني أنا ممكن معلومات عامة للإخوان والأخوات اللي حابب يطلع من مصر لغزة هناك الحكومة المصرية عملت يعني عن طريق الباص في باص خاص أظن 800 جنيه أو شيء زي هيك يعني
باص خاص بيوفر كتير بالوقت وبالمجهود يعني، إذا لك السؤال يعني المعلومة لك إن شاء الله. إن شاء الله، الله يبارك فيك ويجزيك الخير. الآن أنا هستناك أنت تني التسجيل وتبعت لي إياه عشان نرفعه على الجروب إن شاء الله. والواتس على جميع القنوات إن شاء الله. حاضر إن شاء شكراً الله، لك أنا وكل حاضر. سنة وأنت طيب. سلم لنا على أهل وربك كلهم. الله تحياتي. يسلمك، تسلم، الله يسلمك أبوي، حياك الله، أهلين بك، سلام عليكم.